بسم الله الذي ملأ قلوبنا بالإيمان وهدانا بنور الإسلام وأنار بصائرنا بنبيه الهمام عليه أفضل الصلوات والسلام. سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيب قلوبنا ونور أعيننا أبي القاسم الأحمد محمد المصطفى الأمجد عليه آلاف التحية والثناء، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين أنوار الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلاة الله وسلامه عليك يا سيد الكونين ونور الحرمين، إمام القبلتين ووارث المشعرين، نبي المشرقين والمغربين، ابن الذبيحين وجد السبطين الحسن والحسين. اللهم صل على دوحة علم آل محمد وعمود الشرف أستاذ العقيدة وفقيه الشريعة وإمام التفسير، كافل اليتامى والمساكين، الصابر على أذى الدولتين، بحر العلوم ومحقق الحقائق، مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وللمراجع العظام، وللأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة مولد نبي الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وحفيده ووارث علومه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. عن الإمام الصادق عليه السلام في فضل معجزة النبي الخالدة يقول: هو قول الله وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم مجيد. خير ما نفتتح به محفلنا تلاوة من كتاب الله العزيز الحكيم والقارئ علي عبد الشهيد، فلتحفه صلواتنا وصلواتكم على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله وخاتم النبي كان الله بكل شيء عليما يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد
لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. نشكر القارئ علي عبد الشهيد على ما أتحف به مسامعنا من قراءة كتاب الله العزيز الحكيم، وفقه المولى لخدمة الثقلين الكتاب الكريم والعترة الطاهرة. يطل علينا أسبوع الوحدة الإسلامية هذا العام بشكل مختلف عن كل عام، حيث يتحد المسلمون دفاعا عن نبيهم من مكر الماكرين وإساءة المستهزئين، مؤكدين أن المقام السامي لسيد الكائنات لا يمكن النيل منه، وأمته قد ملأت الخافقين. كيف يكون هذا وهو نفسي لنفسه الفداء يباهي بنا الأمم يوم القيامة؟ يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في مدح سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سوى أممي، وإن تقدم ذو تقوى بصالحة قدمت بين يديه عبرة الندم، لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. أما الآن فمع كلمة الحفل وفضيلة الشيخ مجيد التوبلاني ليأخذنا في رحاب النبي الأكرم وحفيده الإمام الصادق صلوات الله عليهما، يتقدم هنا تسبقه صلواتنا وصلواتكم على الآل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين، السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليكم جميعاً أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته.
ونحن في ضيافة ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وذكرى ولادة حفيده الإمام الصادق، نعيش أمام شخصية عظيمة كان لها الدور الفاعل في الواقع الإنساني بأكمله. كان لرسول الله صلى الله عليه وآله القدرة على تغيير هذا العالم وعلى تغيير الإنسان الذي حول الإنسان الجاهلي بما اكتنز في داخله من جاهلية حوله إلى حضارة وحوله إلى إنسان قادر على التعامل مع السماء، ذلك الجانب الغيبي الذي كان غائبا عند الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله غير الفكر الإنساني، العقلية الإنسانية، نقلها إلى السمو، إلى الرفعة. الإنسان العقلية الإنسانية التي كانت تغيب عنها أبسط الأمور البديهية، منها قتل الأبناء وأد البنات، منها الجاهليات والعصبيات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله استطاع بحكمته وقدرته أن يغير كل ذلك. فكان صلى الله عليه وآله نبراساً لهذا الإنسان بما هو إنسان. لذلك من أراد إنسانية كاملة أو أراد إنسانية ثرة أو أراد إنسانية عامة أو أراد إنسانية ناجحة مبدعة فلا بد أن يتخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله قدوة. في التاريخ الحديث نرى بأن الكثير ممن اهتم بالتاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي على صيغة الخصوص يعجب ببعض شخصيات في التاريخ الإسلامي، ومنها شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، منها شخصية الإمام الحسين سلام الله عليه، منها شخصية الإمام الصادق صاحب الذكرى. حينما يدرس بإنصاف تجد بعض الكتابات، منها الكتابات المسيحية وغير المسيحية، تتكلم عن شخصية أمير المؤمنين، تتكلم عن شخصية الإمام الحسين بشيء من يعني التعظيم والتقديس، فما بالك إذا درست شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. وما علي إلا شعاع من أشعة رسول الله، وما الحسين إلا شعاع من أشعة رسول الله وضياء من ضيائه. على كل حال، هناك عدة محاور واقعا أود التحدث عنها فيما يتسع له الوقت، وإذا كم الوقت أعطوني إشارة. زين، أولا، ما هي الصفات التي امتازت بها شخصية الرسول صلى الله عليه وآله؟ حينما إحنا ندرس شخصية النبي، شنو هذه الصفات في القرآن الكريم؟ أول صفة مهمة في شخصية الرسول هي صفة الرحمة. لم تذكر شخصية بصفة الرحمة وبعنفوان الرحمة وإثراء الرحمة كما ذكرت شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الأسلوب نسميه بأسلوب حصر القائم على النفي والإثبات الاستثناء، وبالتالي القرآن الكريم استخدم أساليب حصرية. كانت هذه الأساليب الحصرية مختصة كثيرا خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله، استخدم مثل هذه الأساليب، منها هذه الآية. رسول الله صلى الله عليه وآله كان رحمة، الرحمة التي كانت عند رسول الله ما كانت خاصة، ما قال وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، للعالمين، والعالمون هم كل خلق خلقوا. الله سبحانه وتعالى حينما يخلق الخلق هؤلاء كلهم ومن بينهم الإنس والجن، هؤلاء هم العالمون. فالله أرسل الرسول رحمة لهم، ثم إن هذه الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى ليست مختصة بزمن، مو فقط للعالمين في زمانه أو ما بعد زمانه، فالآية مطلقة وليس فيها تقييد،
وبالتالي تكون الرحمة المحمدية هي رحمة لكل العالمين، سواء وجدوا في زمن رسول الله أو بعده أو حتى قبله، وبالتالي تكون رحمة شاملة إلى الناس. إحنا اليوم ما نستوعب ترى شنو معنى الرحمة إلى اليوم. حينما أقول رحمة إلى العالمين، كل العالمين، يعني حتى فرعون تشمله رحمة رسول الله بما أنه من العالمين، حتى النمرود تشمله رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي رحمة تستوعب كل الخلق، كل العالمين، كل الوجود. أضف إلى ذلك إن احنا قد نستوعب معنى الرحمة مو فقط في الدنيا وإنما أيضا في الآخرة. تخيل يا حبيبي وأنت واقف على الصراط وأمامك مصير، إما أن تجتاز الصراط إلى جنة إلى نعيم، وإما لا سمح الله ذلك البعيد يهوي على منخري في نار جهنم. في مثل هذه اللحظات تتجلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستغربها، يجيك هو وأنت في هذا المكان ويأخذ بيدك ويقول هذا من أمتي وأنا أعطيه شفاعتي، ويدخلك إلى الجنة، لأنه ماذا يعلم من قلبك الصادق. يمكن أعمالنا تقصر شوي، لكن حينما يعلم قلوبنا فهذه القلوب تدخلنا بشفاعة الرسول إلى الجنة. إهن تبين هذه الرحمة. رسول الله صلى الله عليه وآله من رحمته بأمته ما راح يترك أحد يلج إلى نار جهنم إلا ويحاول أن يلتمس له سبيلا يوصله إلى الجنة، يحاول بكل المقدر. هذه من رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وآله عاش في الدنيا ولاقى ما لاقى من مشركي قريش، كانوا يجون يرمون عليه النجاسات، كانوا يجون يرمون عليه الحجارة. أنت ما تقدر تعيش في مجتمع مثل هذا المجتمع، وما بترضى على شخص في يوم من الأيام أساء إليك. وإذا برسول الله يتحمل، وفوق هذا حينما تمكن من كل هؤلاء وحينما فتحت مكة توجه إلى هؤلاء العتاة المردة اللي قتلوا أحب الناس إليه وعاندوه وسووا ما سووا، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم بدون شرط، بدون ما يقدم شروط، بدون أي شيء. هذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم المنافقين حوله، حتى يقول العلماء من الفريقين، حتى موجودة عند أخوان أهل السنة، بأن الرسول صلى الله عليه وآله علم حذيفة بن اليمان أسماء المنافقين، عطاء قائمة لست كاملة، قال له هذه أسماء المنافقين احتفظ بها للتاريخ. فكان كل واحد من الصحابة يجي ويأخذ حذيفة بن اليمان على الصوب، يقول له حذيفة أنا اسمي موجود لو إيش الموضوع إيه؟ ومع ذلك يا حبيبي يعرف بالمنافقين ويعرف بالمعاندين، لكن ما في يوم من الأيام قال له منافق أنت منافق، ولا في يوم من الأيام قال له اطلع برا من البيت أنت ما نبيك، ولا قال له تأخر عن الصف الأول في الصلاة. كان يعاملهم برحمته صلى الله عليه وآله. إذا كان هذا حاله مع المنافقين والمشركين والمعاندين، فكيف تكون حاله معنا نحن الذين نواليه ونحبه؟ هذه الرحمة المحمدية الموجودة. من الرحمات أيضا ومن الصفات التي تجسدت في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان صلى الله عليه وآله تجسيدا عمليا للأسماء والصفات الإلهية. مو في الأحاديث يروى بأنه أيها المؤمنون أيها الناس تخلقوا بأخلاق الله، يعني التزموا بصفات الله بأسماء الله. الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، منها ما ذكر في القرآن الكريم، ومنها ما ذكر في الروايات، زين، ومنها ما ذكر
في عموم كلام الأئمة وما إلى ذلك. هناك صفات وأسماء إلهية، أسماء إلهية قد تصل إلى 99 اسم، زين، على حسب بعض النصوص. لكن تجد أن الصفات الإلهية تتوسع. هذا دعاء الجوشن اللي أنت تقرأ في ليلة القدر، هذا من عظمته أنه كله أسماء وصفات، أنت ما تقرأ غير أسماء وصفات إلهية، يسير على نسخ ونظام تسلسل واحد. 100 جزء، كل جزء من هذه 100 كم اسم أوصف فيه؟ 10. يعني أنت تقرأ في دعاء الجوشن الكبير 1000 اسم وصفة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأدعية هو هذا الدعاء، لأنه هذا الجوشن الحصن. وفي نفس الوقت نحن أمرنا بأن نخاطب الله سبحانه وتعالى بأسمائه، زين، وبالتالي فهذه الأسماء هي التي تحدد شخصية الإنسان. لاحظوا هذه الآية، سبحانه وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا يتكلم عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطي أوصاف، واقعا لو نحلل في هذه الأوصاف ومنوقف عند الآية يبقى لنا عدة محاضرات للحديث عنها. أنا بس أشير إلى موضع الشاهد اللي أريد أوصله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان تجليا لأسماء الله. لاحظ، عزيز اسم من أسماء الله العزيز. تلاحظ مثلا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من هو الرؤوف؟ هو الله سبحانه وتعالى. من هو الرحيم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالله عزيز، الله العزيز، ورسول الله صلى الله عليه وآله عزيز. الله الرؤوف، ورسول الله صلى الله عليه وآله رؤوف. الله الرحيم، ورسول الله رحيم. لذلك كانت شخصية رسول الله تجليا واضحا لعظمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى إذا تلاحظ في القرآن الكريم حينما يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله يخاطبه بصيغة خاصة، مو كل خطاب إلى الرسول، يخاطبه بعنوان الرسالة تكريما وإجلالا وتقديرا. يعني مثلا يخاطب موسى: وما تلك بيمينك يا موسى، باسمه، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، باسمه. لكن حينما يتوجه إلى الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، وهكذا الخطاب. فيخاطبه بعنوان النبوة ويخاطبه بعنوان الرسالة، وهذا يختلف عن خطابه لبقية ماذا؟ لبقية الأنبياء. فكان من سماته، من خصائصه، من صفاته في القرآن الكريم أنه كان يخاطب بعنوان النبوة وبعنوان الرسالة. الله سبحانه وتعالى أعطى الرسول الكثير من الأمور، تجليات من الله سبحانه، لأن الرسول مستحق لذلك. موسى حينما ذهب وهو في صحراء سيناء في ليلة شاتية برد، على قولة نحن الثلج يسقط، زين، في ظلام دامس ما عنده حتى شعلة ضوء، شاف من بعيد إني آنست نارا، شاف من بعيد وراح إلى هذه النار. إنسان عادي حينما راح إلى هذه النار لم يرها نارا وإنما هي نور النبوة، فذهب كشخص عادي، رجل عادي، وعاد نبيا في هاللحظات، تحول من منزلة إلى منزلة نبي. إني اخترتك، فاختير من قبل الله. حينما اختير موسى نبيا
توجه إلى الله سبحانه وتعالى على أساس أن موسى يعلم بأن النبوة تحتاج إلى مهارات إلى قدرات، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وذكر عدة الأمور كلها مهارات يحتاجها موسى، احتاج أن ينشرح صدره بدعاء بدعاء دعا الله. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يدعو الله، الله أعطاه انشراح الصدر، ولذلك خاطبه ألم نشرح لك صدرك، امتنانا من الله لقابليته السابقة. موسى استحق أن ينشرح صدره حينما بعث نبيا، ورسول الله صلى الله عليه وآله أعطي انشراح الصدر من قبل أن يبعث نبيا. هذا مستوى راقي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، أيضا من صفات والسمات الإلهية، ما طولت أنا لها، بارك الله باقي للصبح. زين بزيدها عشر بعد. المهم أيضا الشهادة التي تعطى إلى الرسول في الآيات السابقة اللي تلاها الأخ علي، قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هاي وظائف الأنبياء، نذير وبشير، هاي كل الأنبياء، لكن الشهادة بمعناها الواسع خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يوم نبعث من كل أمة بشهيد مثلا، فكيف بك إذا جئنا بك على هؤلاء شهيدا إلى آخره، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كل نبي يشهد على أمته، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مو فقط يشهد على أمته، وإنما يشهد على كل الخلق من آدم إلى يوم القيامة كله. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أنت شهيد على عيسى وموسى والأنبياء وعلى من عاش في عصر، أنت الشهيد عليهم. وهذه منزلة لا تعطى إلى الرسول، وفيها كثير من الكلام ما أريد أدخل فيها، لأن فيها كثير من التحاليل. متى يكون الإنسان، متى تشهد أنت أصلا؟ تشهد على الشيء اللي شفته، ما تشهد على شيء ما شفته. فمعنى ذلك أن الرسول يرى أعمال الناس من قبل ومن بعد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ما يمكن يجي الرسول يشهد على واحد عاش في عصر نبي الله عيسى أو موسى أو آدم وهو ما شافه ولا شاف أعماله. فإذا هناك حياة نورانية إلى الرسول كانت من قبل ومن بعد، وهذا ما يتفق مع بعض روايات أهل البيت عليهم السلام. بعض المحاور أشير إليها بصورة سريعة جدا. أولا فيما يتعلق بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أولا إحنا كيف قدمنا شخصية الرسول إلى العالم؟ هل بالفعل قدمناها كشخصية مقدسة عظيمة؟ حينما تفتش في بعض كتبنا الإسلامية عموما تجد بأنه بعض من يقدم شخصية الرسول ينتقص من شخصية الرسول، فإحنا لم ننجح في تقديم الشخصية الحقيقية. هذا أمر أول. الأمر الثاني، هذه الإساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هل هي جديدة وهل هي بتنتهي؟ يعني لا يا أخي، إساءة الناس إلى رسول الله منذ أن بعث رسول الله، اللي سماه ساحر واللي سماه مجنون واللي ما أدري وإيش واللي سوى شيء، ولو كان عندهم فنانين في الكاريكاتير كان رسموا رسومات، شخصيات موجودة وأمور موجودة. فإذا هذه الإساءات مو جديدة أصلا، وعلى مر التاريخ احنا بين فترة وفترة نسمع بإساءات للرسول. لكن لاحظ يا حبيبي، شنو نوع الإساءات؟ أكثر ما تصير هي إساءات شنو؟ برسومات، بكاريكاتير، بتعبيرات غير لائقة. ما سمعنا هناك دراسة جادة طرحت علمية عن رسول الله تنتقص من رسول الله. اللي يريد يبين أن شخصية الرسول شخصية ضعيفة
يجيب لنا كتب، يطرح لنا فكر حتى نناقش فكريا. أما اللي بتطرح رسومات، أنا قلت في مقابلة سابقة في وفاة الرسول، قلت بأن إحنا الأول إذا كنا نلعب كورة، ما أدري الحين لاحظ موجود له لا، الغالب وش يسوي؟ يفرح ويستانس، والمغلوب هج عليه يكسر العوارض ويطلع الحرة في الملعب، يكسر القزاز صح له؟ ما عنده شيء. هذا لين نفس العملية ترى يسوون. اللي ما عنده قدرة على الغلبة الفكرية يلجأ إلى جانب الرسومات المسيئة وما إلى، يطلع حرة تهني. ولذلك قلت أنا بالنسبة إلي ما أشمئز كثيرا من هذه التصرفات، لأن أحس بأن الطرف الآخر ضعيف، هذا ضعف ماله. وإلا يجي رئيس دولة كبيرة اليوم مثل فرنسا ويقول نحن نؤيد ونشجع رسومات، شنو الرسومات حتى انت تشجع؟ انت قوم طلع لنا، خل مفكرينك وجامعاتك كلهم تطلع لنا مقالات، تطلع لنا كتابات قابلة الى النقد، الى النقاش العلمي، هذا تبجح فيه. مو تقول ان انت بتسوي رسومات وتشجع الرسومات وتشجع، هذا نفس اللي يكسر العوارض ويكسر القزاز في الملعب. إذن مثل هذه التصرفات هي في الواقع تصرفات تنم وتعكس حالة الإحباط عند هؤلاء. لو كان عندهم قدرة علمية وفكرية لتحدثوا عن الرسول بمنطق علمي ويرد عليهم بمنطق علمي، ولكنه هي الجاهلية. إحنا نجد الإسلام يا أخي متسع، الإسلام عنده سماحة في كل شيء، عنده انشراح في كل شيء، ينظر إلى كل الأديان نظرة احترام، ينظر إلى اليهودية نظرة احترام، اليهودية الحقيقية، ينظر إلى المسيحية النصرانية نظرة احترام. حتى في داخلنا احنا مجتمعنا الإسلامي كم واحد عندنا بأسماء أنبياء سابقين، إبراهيم عندنا، وعندنا موسى ومن أئمتنا كذلك، وعندنا نوح وعندنا عيسى، نسمي بكل الأسماء، لكن ما بتحصل واحد يهودي اسمه محمد، ولا بتحصل واحد مسيحي اسمه محمد أو أحمد. هذه يعطيك الجانب إن إحنا شلون عندنا السعة وعند الآخر مي موجود هذه السعة، هذا المستوى ما موجود إلا في هذا الجانب. فإذا هذه الإساءات في الواقع ينبغي علينا أن ننظر إليها بأنها جانب قوة إلينا، ونقول إلى الطرف الآخر إذا كان عندك غير هذه الرسومات، لأن الرسومات كل واحد يقدر يسوي وكل شخصية يقدر يسويها، تفضل قدم لنا علما، قدم لنا فكرا، هذا هو الأمر المهم. وإحنا شلون نقدم بعد شخصية الرسول؟ يعني في بعض الأحيان تجي كتاباتنا كمسلمين ناقصة عن الرسول، يعني تجي مثلا إلى ابن كثير عنده كتاب قصص الأنبياء من القرآن الكريم، يذكر كل الأنبياء إلا الرسول صلى الله عليه وآله، يعني ما في قصص عن النبي، ما في أحداث عن النبي، ما في. اجي بعد تبعه في نفس الأمر سيد نعمة الله الجزائري، هذا مصوبنا قصص الأنبياء والمرسلين النور المبين، كل الأنبياء موجودين إلا الرسول صلى الله عليه وآله، سوينا تقليد لابن كثير. قصص نزل كتاب مؤخرا قبل كم سنة، قصص الأنبياء من تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، فيه كل الأنبياء إلا عن الرسول ما في شيء. زين إحنا نفسنا ما قاعدين نعرض شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف العالم بشخصية الرسول، ولا نسوي الأفلام المناسبة اللي تطرح لنا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا مطلوب منا أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل لحظة. النقطة الأخيرة والمحور الأخير، ترتيب البيت الشيعي. أنا قبل سنتين ألقيت محاضرة بهالعنوان في أحد المآتم المنطقة هنا في الكورة، ترتيب البيت الشيعي، وحذرت من بعض الأمور اليوم قاعدة تصير، وهي أننا نعيش حالة من التمزق. قلت أنا فيما سبق وأرد أقول اليوم إن إحنا أصبحنا كطائفة نحتاج إلى إدارة جديدة واقعا إلى الطائفة، لأن الملاحظ أن كل مرجع بروحه وكل عالم بروحه.
أصبحنا اليوم كل مرجع تيار، أصبح كل عالم إلى أتباع ولا جماهير الخاصين. ما يوم من الأيام سمعنا بأن المرجع الفلاني التقى بالمرجع العلاني أو اتصل إليه أو جاور وياه، فكل يعمل لمفرده وهذا غلط. يسمحون لي كل المراجع، هذا غلط. ليش ما يصير هناك لقاءات يا أخي؟ لماذا لا تكون هناك حالة من التنسيق حتى بكرة لو طلع واحد وطرح فكرة شوي مي صحيحة أو طرح فكرة فيها إشكاليات يمكن نقاشها في داخل الإطار العلمائي بدل ما تطلع إلى الناس وكل واحد يهرج ويمرج؟ هذا المطلوب. المطلوب واقعا أن نعيد صياغة وإدارة الطائفة. يكون هناك يعني مثلا احنا عندنا الحوزات العلمية ما موجود بينهم تنسيق، ما موجود تنسيق بين حوزة قوم وحوزة النجف وحوزة البحرين وحوزة باكستان والهند. هذه كل مناطق شيعية وفيها حوزات، ما تسمع بمؤتمرات تعقد. احنا ندعو إلى الوحدة الإسلامية مع الغير، لكن احنا مو منفتحين على بعض، ترى نحتاج في الواقع إلى أن يكون، والعلماء هم أكيد بصيرين بهذا الأمر، لكن من باب وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، نحتاج إلى تخطيط فيما بيننا في هذا الجانب، وبالتالي نقضي على الخلافات. يا أخي حتى صاحب الزمان في بعض النصوص الروائية موجودة أنه ستخرج رايات علمائية ضده لأنه ما تتفق مع بعض الهوى. إحنا ما نقول هذا الجانب، إحنا نتكلم إلى المخلصين، وعلماؤنا ومراجعنا مخلصون بلا شك. اللي نقوله بأنه لابد من اللقاء، لابد من التحاور، لابد من الكلام، نحفظ المذهب حتى لا يطلع لنا هناك سلبيات هنا وهنا. أخيرا أيها الأحبة، علينا أن نحول مفردات شخصية الرسول صلى الله عليه وآله إلى واقع عملي. يعني إذا أقول الرسول رحمة، علينا أن نكون أمة رحمة. إذا أقول بأن الرسول رؤوف، علينا أن نكون أمة رأفة بيننا. إذا نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالتبليغ، علينا أن نكون أمة مبلغة، وبالتالي نكون تجسيدا لحركة رسول الله كما كان الإمام الصادق تجسيدا لحركة رسول الله صلى الله عليه وآله. اكتفي بهذا المقدار، وصلى اللهم على محمد وآل محمد. نشكر فضيلة الشيخ مجيد التوبلاني على كلمته القيمة التي شملت مضامين مهمة، حيث أكد فيها على عالمية الرحمة المحمدية وتجلي الأسماء والصفات الإلهية في الحبيب المصطفى، وضرورة مواجهة الإساءة بالفكر، وأهمية ترتيب البيت الشيعي. مسك الختام المولد والجلوات والرادود محمد عبد النبي، فلنستقبله نحن وأنتم بالصلاة على محمد وآل محمد. نبارك لكم هذه المناسبة العطرة، وأسأل الله أن يعيدنا إن شاء الله وإياكم في حال أفضل من هذا الحال. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. ولد الذي بلغ العلا بكماله، لما بدا كشف الدجى بجماله، دون الورى حسنت جميع خصاله،
طوبى لكم، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا شارعا في ذكر خير ممجد، ردد كي تمحى ذنوبك في غدي. مهما رجوت لدفع يوم ملمة، أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بغير تردد. لا شيء ينعش أحرفي وتوددي، ويفيض نورا في انتشاء تنهدي، ويعيد لي نبض الحياة وموردي، إلا الصلاة على النبي محمد. هذا حديث عن أبي الحسن الرضا، مستوثق في النشأتين قديما. قال الرضا وهو الصدوق مصدقا لحديثه، اسمع به تعظيما. إن الصلاة على النبي محمد فيها الذنوب تمهدت تمهيدا، إن مر ذكر المصطفى في محفل صلوا عليه وسلموا تسليما. وصفا وصفا حبيب الباري صعب شلون وصفا، لأن مثل العسل حبه. وصفا خل هبالك بهاليوم، وصفا دوى العشاق حب خير البرية. ورد لك ورد لك ورد لك، صعب لو ما أجي يمك. ورد لك وردد كل وقت مني، ورد لك أفرش كل درب طيبة. ورد لك شفيعي وشافع الأمة سوية. بما أن نحن في مناسبة النبي، ما نذكر الإمام علي عليه السلام. ولا مال ولا مال ولا مال، إمامي والذخر ليا. ولا مال فؤادي يا خلق ثابت، ولا مال ما يعدل حيدر جوهر. ولا مار ترى له القلب ما هو إلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا
ما دعا لله داع طلع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما لا هداع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين طلع وجب الشكر علينا سقاه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع طلع من ثنيات الوداع وجب الشكر لله داع يلا حبيبي جوابك وياي بعد على المختار صلينا على المختار صلينا على المختار صلينا على اللي بين إهلاله ليالي الفرحة إحلاله نصلي على النبي وآله نصلي على النبي وآله جلاله نور علينا على المختار صلينا على المختار صلينا على المختار صلينا جمال المصطفى الأزهر أبو الزهرة وأبو الكوثر عجيب بجيته المنظر عجيب بجيته المنظر علقنا جنجوم بالزينة على المختار صلينا على المختار محمد مولد الرحمة حرز من كل أمر اسمه على عروق الجوان ضمه ولا عند الروح خلينا على المختار صلينا على المختار صلينا على المختار صلينا نزف بمولده الزاهر وتكحل جيته الناظر نبينا الخاتم الطاهر نبينا الخاتم الطاهر شفيع الأمة والينا على المختار صلينا على المختار صلينا على المختار صلينا أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات
علي بن أبي طالب، فاطمة الزهرة، الحسن والحسين، زين العابدين، أئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وكان الإمام الباقر عليه السلام عالما حكيما، وإنه أتى ذات يوم إلى زوجته فاطمة المكناة بأم فروة، فقال لها: يا فاطمة تطهري وتطيبي، فلعل الله يهبك هذا النور. فقامت وتطهرت وتطيبت، فواقعها فحملت من وقتها وساعتها بالإمام الصادق عليه السلام، فلما حملت به ازدادت نورا وبهاء، وكلما مر عليها شهر ازداد جمالها، وتجد الخف في بدنها، وكانت تهتف بها الهواتف وتقول لها: حملتي بغلام حليم عليم. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت تسمع منه الكلام وهو في بطنها ويؤنسها في وحدتها، حتى انقضت مدة حملها به وأتى أوان وضعها. استعدوا للولادة. وأتى أوان وضعها به، فأتتها ما يأتي النساء عن الولادة، فالتمت حولها نساء أهل البيت عن يمينها وعن شمالها ومن خلفها، فبينما هم معها وإذا بالأنوار تتساطع والضياء يتلامع، وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل الصلاة والسلام عليه: يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليه، الحسين بن زيد، الطيمة الزهراء، صلوات ربي عليه، الحسن والحسين، صلوات ربي عليه، زين العابدين، صلوات ربي عليه، محمد الباقر، جعفر الصادق، صلوات ربي عليه، موسى الكاظم، صلوات ربي عليه، علي بن موسى الرضا، صلوات ربي عليه، محمد الجواد، صلوات ربي عليه، الحسن العسكري، صلوات ربي عليه، المهدي، كله بياض، كله بياض، صاحب العصر والزمان، إلهي عجل فرجه، صاحب العصر والزمان، إلهي عجل فرجه. دعاء الفرج، بما أن احنا ذكرنا الإمام المهدي، باكر النبي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا
وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. عدنا مرضى يسألونكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلوى عنا يا الله اللهم شافي كل مريض وخصوصا من خصصناهم بالدعاء اللهم فك قيد أسرانا اللهم ارجع غرباءنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي يا رب على محمد وآله الطاهرين. نشكر رادود محمد عبد النبي على ما أتحفنا به من مديح رسول الله صلى الله عليه وآله ومولد حفيده الإمام جعفر الصادق عليهما السلام، كما نشكر متابعتكم لحفلنا. جعلنا الله وإياكم ممن ينال شفاعة رسول الله في يوم الفزع الأكبر. نختم محفلنا بصلاة الأمير على الأمين عليهما السلام. اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل كما حمل، فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم أفسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لدينك منزلته وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة، وأفلح من صلى منكم على محمد وآل محمد.